<applause> رجعنا من بعد الفاصل ويعني ما شاء الله بالصميم قاعد تاخذ يعني كل مره طابع مع كل ضيف يزور صحيح. هذه الفقره يعني وقاعد تاخذ ايضا انتشار في السوشيال ميديا وصلنا ايضا لفن ولكن فن بطابع اخر مع انثى موجوده في الساحه الدراميه الخليجيه والكويتيه بالتحديد معنا الفنانه سلمى سالم هلا وسهلا فيك ومساءك ورد وما شاء الله الإطلالة الحلوه والاناقه <applause> هذه كلها <applause> نشكر ما قصرت شكرا على المقدمة الحلوة وأنت الأحلى أكيد انت أيقونة الجمال بعد قلبي انت مسعت بالخير أه سلوى سلمى يعني سلمى سالم انت يمكن مقلة في الـ في الإعلام خلينا نتكلم عن ظهور الإعلامي يمكن لك مسلسلات في رمضان بعد المسلسلات ما شفناك نهائيا بالتلفزيون ما شفنا يعني ما خذينا آرائك ولا سمعنا ردة فعلك على المسلسلات اللي سويتيها هل هو يعني خلينا نقول خوف من الاعلام ولا ابتعاد ولا, عدم ثقه ولا او ولا تغلي على لا, لا لا لا, مؤ... انا معروف عني انا انسانه جدا بيتوتيه أي. <applause> عملي اللي اقدمه هو ي... يعرف الناس شنو صحيح. قدمت صحيح اعمالي الحمد لله يعني بعد ما يخلص العمل اشوف الصدى عند الناس الشارع اهلي ربعي اللي اعرفهم يقولوا لي فانا مو محتاجه انا معروف عني انه ما احب يعني خلص انه اتلصق باي شيء بس في ناس مثلا ودهم يعرفون سلمى شنو بتقول او شنو رده فعلها من المسلسل الفلاني طبيعتها بشكل اخر وممكن احنا بعد بنسولف عن طبيعتها هذه الها دي يمكن صدمت الناس معانا في عسيف خلينا نشوف تقرير عنك ونرجع نسولف بعد وياك <applause> سلمى النقاد دائما يقولون ان ما نشوفك في دور البطوله ادوارك مميزه وقاعد تمثلين مع نجوم كبار ولكن ما في بطوله مطلقه لسلمى سالم في الاعمال الدراميه في مثلا رمضان او غير رمضان آه هذا الكلام مو صحيح <applause> يعني انت لحضرتك لو تلاحظ المشاهد يعني شاف انه انا اعمالي كلها بطوله يعني 30 حلقه دور رئيسي اغلب اعمالي انه انا محور الشرف العمل يعني انا اكون نص العمل زين يعني شلون تكون البطوله ولكن للاسف يعني اللي قاعد يصير يعني مثلا انا عمل بطوله احنا الحين نعتمد على البطوله الجماعيه لان العمل ما في ما في ممثل يقدر يقدم عمل بروحه نحن احنا بطوله جماعيه يعني كل الممثلين يكونون الغالبيه ابطال يعني كلهم ادوار رئيسيه بس اللي قاعد يصير شنو يعني المنتج حضره المنتج في بعض المنتجين عشان لا اعمم او يزعلون مني في بعض المنتجين وصرت اتحاشى العمل معهم يقدم بعض الفنانات ويبروز اسمها ويفرض اسمها مو بس على سلمى سالم على كثير من الفنانين ليش؟ آه والله هذا السؤال المفروض تقدموه للمنتجين يعني مش للفنانين يمكن هو يشوفها مميزه و... ما في شوف ما في فنان مميز يعني كل فنان سبحان الله له لاداء لا لا يعني ما يعني يمكن الحين سلمى سالم كثير من الناس يشوفوني ممثله اقل من العاديه وفي ناس يشوفون ان انا ممثله رائعه أه. يعني هذا أعرف أدواق يعني ناس رأي شنون يعني متفاوت بس شلون يعني سلمى ترضين أن تشاركين في مسلسل ربما تكون في نفس الحاله اللي ذكرتيها سبقها المنتج على اسمك وهي ممكن ما تكون عندها موهبه ما عندها خبره سابقه وممكن يعنون ويتعنون اسمها مع المسلسل شوفه ايه مو بس, بس ما نتكلم عن الممثلات اللي ما عندهم مثلا في في ممثلات يعني حتى في اسماء يعني بس هو صارت يعني الحين صارت موضوع الشلليه موضوع انه فلانه تبرز على فلانه فصارت يعني هذه اعمال يعني اعمال شخصيه يعني ما مثلا الاعمال الاول انتاج التلفزيون الكويت كان هو ينتجها كانت البطوله جماعيه صح. فما في ممثل يبرز عن ممثل الكل ياخذ حقه الحين انا صار يعني اكثر من سنه سنتين ثلاث سنين اللي مضت خلاص صرت ما اتكلم بهالمواضيع لان انا طبعي يعني انا ما اروح مونتاج ما اجاب المونتاج ما أقعد اناشب منتج ما اناشب خلاص سويت اللي علي، خلصت العمل، خلصت ادائي في المسلسل مع السلامه، خذيت فلوس رحت بيتنا. الجمهور الحالي مثقف نوعا ما، أكيد. حتى مثقف بالنقد، ولكن للحين في شغله ضايعه او مو عارفينها، شلون نعرف ان هذا نجم او نجم بزياده السنة من شخص نقول عنه ممثل عادي، شنو المقياس؟ شنو المقاييس اللي نقدر نقيس فيها نجوميه الشخص او الممثل او الفنان؟ هو الناس الناس قاعده تشوف يعني الاعمال اللي قاعده تقدم في اعمال تمر مرور الكرام وفي اعمال تلاقي الناس تقعد تكلم فيها وتأثر عند الناس وتتكلم عن شخصية فلان وتتكلم عن شخصية فلانة وتتكلم, فلان وتتكلم في أداء فلان وفلانة ليش لأنه يكون أداء مميز يكون هني أبدأ في هذا الدور أبدأ في مشاهدة أبدأ في شغلة أبدأ في التزامه فتلاقي الناس تحس إن هذا ممثل ملتزم انه هذا قاري هذا تعلم شخصيته فيهم بالضبط هذا قاري أعرف شنو اللي قاعد يقوله في ممثلين يونك اللوكيشن مو قارين يعني احنا كممثلين زوما لنا بنخلص ساعه تقول نقعد نش... انا كثير ممثل صارت معي اشرح له اداءه اقول له شخصيتك شنو قبل والحين وبعد لانه هو يكون مثلا يقول لي شنو شو تسوي؟ يتقبل اللي... منك؟ مهو... مهو... عشاني... هو ما هو ما هو عشان يكون م... ضايع مثلا <applause> يعني الحين لازم قبل ساعه كان يبكي فيدش عليه <applause> نعم اقول له يبكي اي لاني المفروض انت كنت تبكي يعني حالتك الحين بالويل <تصفيق> <تصفيق> تخلص فيعني غصبا عليه بيتقبل الراكور يعني, يعني. ايه. <applause> لازم <يتخلق>. اصلا <applause> المفروض يدفع لها اجر على هالاستشاره اللي قاعد تقدمها قبل ما معروف يعني انا انا معروف <applause> اني اساعد كثير اي انا وايد حبوبه في اللوكيشن ما احب المشاكل واساعد كثير ساعات اللي محافظ اللي مو اللي يبي يقرا اللي يبي تعاونينهم يعني ايه. زين س... انا بسالك هو تعودت على صراحتك الانسان اللي يغيب ويكون هادي يطلع في لقاء يعني لازم يكون عنده كلمه ينطق فيها بصراحه ساعدينهم وتعاونينهم طيبة معاهم ما تروحين تقولين تناقشين المنتج أو تشوفين المونتاج تشوفين المسلسل حالك حال المشاهد حين. ما تحلطمين تالي أن اسمه صار قبلك أنت اللي معاونته هو صفر ما عنده موهبة ما هو أنا قلت لك أول لقاء هو صارت يعني خلص تكلمت مرة واثنين وثلاثة يعني حتى في أحيان أكتبها في العقد أنه اسمي ينزل هني ابي كذا آه مثلا هني ابي اسمي يكون في تسميه فلانيه تنزل مع اسمي اوكي نوقع العقد زين طيب يعني خلص المسلسل ونعرض مم. المسلسل اروح اشتكي خمس سنين يعني محاكم. ترضين بالامر الواقع ما هو خلص صارت ملل بعدين انا اقول لك شيء انا يعني الحمد لله يعني شغلي معروف عند الناس يعني عفون سلمى سالم ادائي تحب الناس في ناس كثير تحبه يعني اشوف بالشارع مثلا يعني ذاك اليوم واحد هو مرته يمكن الحين وقاعد يشوفوني يا سلم علي ريال يقول لي انا حب احب احب شخصيتك تطلعين فصار خلاص انا حب الناس قاعد يعوضنا على الجانب الاخر والحمد لله بالتالي هو عملي مر يعني قلة من الناس اللي يتميز هذه الاسم جميل وصلتي الى هالثقافه سلمى انك انت ما تكترثين لامور خلينا نقول ثانويه غض البصر بالضبط <applause> وروحك الرياضية <applause> رياضيه كنت ابو طلال قال الفنان لازم تكون روحه رياضيه صحيح. لازم خلاص ولا تقعد في البيت خلاص انا عصبت تهاوشت مع هذا المنتج رفعت قضيه هني رفعت قضيه صرت ام القضايا خلاص راح اقعد في بيتنا وانتهى الموضوع هذا لقب جديد ام القضايا داومين بالمحاكم لا لو إيه ولا إيه فلوسي ما المسلسل حط المحامين إيه وتعال الحلم إيه حل متى تخلص اي بس عاد ليه متى بتسكتين وضيع حقك صح والله شوفي خلاص يعني هو يمكن في طريقه يعني هي تاثير واقناع لا انا انا عندي قاعده في الحياه ان النجوميه ما تستمر خصوصا مم. امر الفنان والفنانه بالذات امر الفنانين قصير إذا ترى اذا كانت النجوميه مزيفه تقصدين مو سواء مزيفه وغير مزيفه مم. ترى يعني امر الفنان قصير يعني مم. شوف انت نجوم العرب نجوم العالم وينهم خلص يعني انت مرحله تؤدي لا بالعكس ونتهلوا. والله في فنانين 40 50 سنه يعطون ما زالوا نجوم أبو يا يعني يعدون على الاصابع يعدون على الاصابع صحيح. بالتالي يعني انا اذا قلت لك اذا افكر بهالجانب هذا اروح اقعد في بيتنا خلص لانه يعني مثلا الحين انا في في زملاء انا اشتغل معهم في منتجين انا احب العمل معاهم خلاص يقول لي ان شاء الله عوضك بالعمل الجاي وخلاص وطيبه وخلاص يقصون عليها بكلمتين وترضى يعني هذا المفتاح اللي يتعاملون فيه وياك بس الك تقولين ان في نجمات او شملت الفنانين والفنانات ممكن انه يعني خف رجمهم بمرحله معينه ممكن تتراجع اسماء عن النجوميه يعني. طبعا اكيد في في اسامي تراجعت يعني انا لو بتكلم واقول اسامي راح بما ان هذه حقيقه لا ما هو ما هو معروفه مو انا اقول الناس تقول الشارع يقول يعني على مستوى العالم العربي على مستوى ممثلين مصر مستوى هوليوود يعني ممثل يعني يلمع نجمه سنه اثنين ثلاث الا ما ينزل يعني خلص انه ما هو انت سهل توصل النجوميه يعني. الصعب الحفاظ عليها بس كلامك الحين المشاهد يمكن يقول ان سلمى عندها خلافات كثيره او يختلفون معها كثيرين سواء منتجين او حتى من <applause> الوسط الفني لا لا اعوذ بالله من كلمه انا انا ما عندي خلاف مع احد حلو ابدا يعني لو تسال اي انسان بالوسط الفني انه انا بحياتي ما سويت مشكله مع احد م -م. وانا جدا كريمه في, في اللوكيشن يعني احب اخذ واحب ادلع ربعي وك... و... واساءت احيانا اذا في مجال اسوي لهم غداء اطبخ والله توني بقول <applause> على ترى طباخه خوش طبخ, طبخ. <تصفيق> <أوه>. <تصفيق> <تصفيق> فانا جدا مسالمه بس يعني الغيره تصير احيانا هذا يعني ما في مجال يعني الغيره تصير يعني عند بعض الفنانين وحتى احيانا شباب يعني مو فنانين تصير عندهم م -م. تطلع منهم م -م. ايضا إيه الـ م -م. الـ إيه. الغيره ما تلومهم يعني هذا كل انسان وتربيته يعني كل انسان و يعني كيف يتعامل مع مع الامور واعتقاداته بالاخر هي اللي يعني اللي تمشيه وتسيره اي انا انا شوفي يعني الفنان كلمه تطلق على على الانسان المبدع، خلاصه الابداع يطلق عليه يقول لك فنان يعني انا عندي قائد الفنان فنان باخلاقه فنان في في تعامله مع الناس فنان في في ادبه فنان في في التزامه مع الاخرين والله انا نجمه لازم أذي الاخرين لازم اكون اسلوبي سوقي لازم انا اكون مو محترمه مع الاخرين اذا وين وين وين؟ في النهايه انتم قاعد تقدمون رساله اذا كانت هذه رساله بس امام الكاميرا وبعد الكاميرا تختلف الامور ترى الناس راح تعرف وتدري هذه الشخصيه مثلا طيبه قدام الكاميرا بس صحيح. ترى من ورا الكاميرا لا ما تحتاج الناس تعرف صارت صحيح. ايه بالضبط صحيح. الناس صارت تتعرف حتى الناس السوشيال يعني. ميديا صارت تفضح بالضبط اكلمك على البدايه خلينا نرجع معاها على شوي كذي أه. البدايه أه. بما ان البدايه هي بعد خوش شيء ما شاء الله أه. ابتديتي مع فنان عملاق الفنان عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه ان شاء الله الله يرحمه الله برحمة. يا رب وعدنان طبعا انسان يعني غني عن التعريف صحيح والكلام في حقه شما ما قلتي قليل صحيح احنا بنتكلم عن الفنان وكيف تعاملتي معه وكثير امور يمكن ما سمعناها لانك مقله في الظهور الاعلامي ولكن راح نروح لفاصل ونرجع معك نتواصل يمكن بدايتك كانت مع الراحل العملاق عبد الاستاذ عبد الرضا أه وتميزت يمكن في في الاداء تميزتي في خلينا نقول التركيبه بشكل عام صحيح ومسلسل وكان في كثير حضروا حبل المواد بالضبط وكان في قبول من الناس الشارع الكويتي والجمهور لسلبة أه سالم شلون صارت الامور هذه كلها؟ من طلبك؟ شلون تعرفوا عليك؟ شلون يا ابو شلون وصلت الكويت؟ هو الله يرحمه كان سبب رئيس في ظهوري في المجال الفني آه فؤاد الشطي أه آه. انا كنت ابي اشتغل وقدمت اوراقي قدمت سي في فقال لي ان شاء الله وخلص نطري وبشوف و و و تفاجات اسبوع انا قاعده في البيت ولرن تليفون رقم غريب بس هذا خارج الكويت ولا لا لا, لا في الكويت آه رقم ملكي رقم حلو أه. أي. آه رقم مميز زين فشك الو كان يقول لي مرحبا أيه؟ عارفين يعني صوت ابو عدنان الله يرحمه مميز أيه ف... يس 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 يقول سمع الصوت عارفه يعني عرفته من صوت كان يقول لي انت فلانه قلت لنا نعم كان يقول لي احنا انا ابيك أيه؟ احنا نبي نستذكر اللقطات هذه وصوت ابو عدنان بهالتقرير وترجعين تكملين القصه ان شاء الله ما دشيت <applause> البيت ولا يبكي بالليل يبكي بالنهار يبكي لا تنومينه ما ادري فيه <applause> شفنا يمكن هذا المقطع مع الفنان الراحل عبد الحسن عبد الرضا لما تذكرين الله يرحمه. يعني هذا هذا اللوكيشنات اللي كنتي او كانت تجمعكم سوى بعطاء عبد الحسن عبد الرضا بروعه آه. بالضبط بالضبط انسان رائع بصراحه يعني بعدين يعني ما اعتقد انسان شافه ما حبه يعني هو بعيد عن الكاميرا انسان بمعنى الكلمه انسان جدا محترم انسان جدا خلوق <applause> الاب الحنون الكريم المعطاء يعني احنا كنا يمكن نصور المسلسل بس خلف الكاميرا تلاقينا طايحين غشانين من الضحك أيه. أيه. الله يرحمه سوال يعني قشمرتي <applause> شيء شيء سبحان <applause> الله يعني هو مميز في كل شيء في كل شيء مميز حسين عبد الرضا الله يرحمه في اخلاقه في اداءه في نجوميته في طيبته في قلبه الطيب الله يرحمه بكل شيء الله يرحمه يمكن خلينا نتكلم عن الممثلات العراقيات ظهور يعني اكثر من اسم نور ميس ايضا يمكن قبلهم على شاكر هذه الاسماء تميزت بالكويت وبرزت بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة ما شتتت شوي المنتجين والمخرجين في عملية انتقاء هذه عن هذه هذه افضل هذه تتميز اكثر لا انا قلت لك يعني كل فنان مميز في في نقطه يعني مثلا الفنانه ميز قمر اوجه لها تحيه يعني فنانه من الطراز الاول في الكوميديا يعني اصبحت اسم يهاب الفنانين كبار يخافون منه يعني هي اصبحت علامه استفهام لفنانين كثار يعني هي مميزه في خطها في في كاريزمتها في في شغلها في ادائها يعني الشيء ما افتكر يعني يتكرر بروحها ما فما تنافس احد لان يعني هي مميزه بخط منو عندك نور نور ما شاء الله عليها فنانة رائعة يعني فنانة مبدعة فنانة جميلة فنانة راقية فأيضا هي لها خط يعني ما ما تنافس أحد بالعكس يعني العنصر الخليجي قليل فبالعكس هذا يعطي مساحه اكثر للكتاب يعطي مساحه اكثر للمخرجين في, في الانتقاء الفنانين فتصير يعني تصير شوي حركه يعني بدل ما فلانه وفلانه ما في غيرهم زين طماط طماط خلص خلص <applause> تصير <تصفح> سله خضراء بس مو ملاحظ انها وايد دبلوماسيه وايد <applause> يعني ما معقوله يعني مثلا احنا نقول مثلا اذا كان مثلا مجموعه قليله او وحده خلاص العين عليها وهي اللي تشتغل على طول لي صاروا كذي مجموعه وحده بتسحب البساط على قولتهم من الثانيه لا يعني. مستحيل انا اقول لك شيء آه في شغلة في في بيت شعر أنا على طول أمن فيه أنا أعتبره حكمة أنا في حياتي ماشي عليها يقول عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري كيف تخاف الفقر؟ والله رزاق. فقد رزق الطير والحوت في البحر. اتظن ان الرزق ياتي بقوه؟ ما اكل العصفور شيئا مع النسر. ف... فبالتالي سبحان الله كل واحد ياخذ رزقته. م -م -م. كل واحد ياخذ حصته بالحياه. فانت واثقه من هالشيء ومخليه كل شيء مستحيل. على مستحيل اي بالضبط. اذا احنا ح... ما نتكلم عن الرزق. خلينا نتكلم عن الاضواء. ولا حتى الاضواء، انا م -م -م. قلت لك يعني انا الحين مميزه في خط. م -م -م. يعني <applause> كثير من المخرجين يعني انا مثلا السنه <applause> اللي طافت كنت تعبانه اشتغلت عمل الوجه المستعار قلت خلاص ما بشتغل قعدت في البيت خلص قررت انه برتاح تعبت لانه ضغط العمل قلت برتاح أي. دق علي منير الزعبي الله يعطي الصحة والعافية وجه له تحية طبعا صح اخوي واستاذي هو احنا بعد نوجه له تحية كان يقول لي سلمى انا ابيك في دور قلت له منير نووي مستحيل انا تعبانة ما راح اشتغل كان يقول لي مستحيل الكاتب كاتب حقك بالضبط شخصيه جود مم. انت يعني ما ما في ما في ما في ما في ما في ما في شي قاعد يقول لي مسائل. قلت له والله ما اقدر والله تعبانه لا خلاص لا كان يقول لي مستحيل ابيك انت واشتغلته يعني في ادوار مرسومة. تكون مرسومه حقك يعني ما ممكن ي يعني شخص اخر ياخذها فانا عندي يعني عندي قاعده هذه اللي ليه بيصير لي خلاص لا انافس ولا اغار ولا اكره ولا احقد ولا ادي خلق الله ليش انا اشبههم خلاص هذا بالنسبه لك يمكن ما شاء الله بالنسبة لي. وصلتي <applause> لحكمه او نضوج يعني قاعده تتحكمين ايضا في انتقاءاتك واختياراتك في الدراما ويعني ظهورك اللي انت حابه تكونين فيه امام الجمهور بس هذا من ناحيتك مثل ما انا قلت لك بالضبط اي بس في غيره من البنات اتجاهك يعني اسمك يمكن يعني استبعدوه من كذا مسلسل بسبه ان البنات اللي في هالمسلسل يغاروا ما ما يحبوني حرام ما اعرف صحيح ليش. إحنا انا, أنا هذه سمعت هالمعلومه <applause> انت وانت ما شاء الله عليكم كل شيء <applause> <applause> صحيح هذه ترى المعلومة صحيحة والله بس شنو قوة الممثلة هذه اللي تغار منك وتشيلك من عمل؟ الله يزيدها بما تتمنى حقي بالعكس انا استانس يوم قالوا لي انا على فكرة هي 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 ما تدرين يعني عرفتي آه لا انا عارفة الموضوع إيه؟ إيه؟ هي مو اول مرة يعني هذا كذا عمل انا حتى في بداياتي طلعت هي إيه؟ في نفسها مم. يعني مع الأسف انا قلت لك النجم نجم في اخلاقه يعني يقولون فنان الفنان لما يكون خلاصة إبداع مم. يعني يكون راقي أول شيء يرتقي لما لما يتكلم او يسوي حدث يعني اوكي الغيره الفنيه مسموحه انا ما الوم انسان يغار مني فنيا <applause> هذا هذا حق يعني هذه الحادثه صارت بس مع ممثله واحده؟ اي بس ممثله واحده منو الممثله آه الله يسامح هي تعرف روحها اكيد الحين اذا بتشوف لا اللقاح. لا تقولين اسمها لمحة لا لا, لا 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 هي راح تشوف اللقاء راح تعرف نفسها تعرف على طول هي تعرف نفسها مم. لانه هي صار الحدث فبالبداية كنت يعني قلت يلا توا فسامحتها وبعدين اشتغلنا كذا عمل مع بعض وللأسف لما تشوفني قدام الناس تشوفني في في أعمال يعني أو مثلا نلتقي في في حدث ما حبيبتي زين خلص أنا عرفتك وأنت عارفة إنه أنت مكشوفة عندي سبحان الله وتفوت بالعين وهي تدري انك تدرين؟ أن تدري انا ادري زين فراحت عينها قويه <applause> اي ما تواجهين؟ لا ما ما تعني لي لان انا اقول لك شيء انا لما دشيت هذا العمل قالوا لي في فلانة قلت لهم سوري مع السلامة أنا ما بشتغل معها. انت أنا ابتعدت عنها قبل لا هي تقول واعتذرت حق الشخص قلت له خلاص انا ما ابي ادش لانه انا ما ابي احتك لانه صارت لي مشكله في العمل صارحة. اللي قبله بسبتها و و, و, و خلاص انا يبا خلاص الرزق على الله انا ماني يعني ميتة بدال لا يعني على قولتهم تعوري الراس تنسحبي بالضبط خلاص والاعمال رحت بعدين تفاجات كانوا يدقون علي قالوا لي ترى هي جت وقالت لهم اذا سلم سالم في العمل انا سوري معلش ما ابي قالوا لا يبقى خلاص مش موجودة هي فكرت انه هي استبعدتني لا هي مش استبعدتني انا أنت قصيت طلعت. الحق انا قصيت الحق بنفس حقي خل ما اهل فنانة كويتية ولا عراقية؟ كوي عرق <applause> 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 كويتيه ولا عراقيه ما أسم... يعني اه يعني مشكل مشكل الله يسامحها الله يسامحها انا بس اقول شيء الله يزيدها بما تتمنى حق أي. الله يزيدها بس خلاص انزين انا بعد بسال سؤال ايضا يعني اذا تسمح لي طالب يمكن هذه سوالف البنات يعرفون أي. يعرفون شلون يكتشفونها من بعض انت خليك محكم معنا الحين شو اسمه آه يقولون ان مس قمر من يعني تواجدت بالساحه كانها سحبت البساط منك لا حرام انها موجوده بكثره بالاعلام ايضا هي إيه سابقتك مثل لما سالفه مثلا يقولون احلام ونوال يعني واحدة مثلا مجتهده تحب الاعلام تظهر تصور بالسوشيال ميديا تتواجد هذا ما له علاقه انت هذا ما له علاقه انا ايه؟ قبل فلانة وقبل احنا الفو... انا نرد على الناس هذا مو لا أنا لا ايه لا. قبل كل الفنانين اللي طلعوا الحين انا من طلعت انا انسانه مقله في الاعلام ايه؟ انا احيانا اقول اذا شغله ما تخدمني تخدم مسيرتي الفنيه فما له طع... داعي بس أطلاع... تعتقدين سلمى الاقلال من الاعلام ما يضعف الممثل ما هو اذا كان طيب يبعده عن الجمهور لا ما هو اذا كان الاعلام احيانا يسيء لك كفنان ويسيء سمعتك ويسيء الاخلاقك ويحرجك في اسئله تكون يعني عفوا عفوا الكلام احيانا تكون اسئله غبيه فبلا من لهالدرجه اعلامنا سيء؟ لا مش اعلامنا سيء في بعض 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 اللي ادوا نفسهم اعلاميين زين فيعني انا الحين يعني لما قالوا لي لقاء الفنانات مع بعض وكذي تقصدين؟ ما هو انا مثلا الحين قالوا لي لقاء حضرتك ونوره فيعني اسماء غنيه عن التعريف جيت في كل ثقه ففي في بعض الاعلام يعني انا دا ما يقدم لي وما يضيف لي شيء فليش انا بس مجرد انا حاطه مكياج وطالعه قدام الناس أحيانا ما يكون عندي شيء اتكلم عنه وانت ايضا أز... الله يخليك شكرا أكيد. احيانا ما عندي شيء اتكلم عنه يعني ما أح... حتى صحفيين احيانا مم. في زملاء صحفيين يكلمني سلمى شنو جديدك اقول والله ما في شيء يبقى قولي اي شيء اقول لا ما في شيء ما عندي شيء اقدمه يعني خلاص انا قاعد الحين في البيت عندك سناب انستغرام تويتر انا عندي الانستغرام بس انا سناب والاشياء الثانيه لا مش هل انا نفس الشيء مقلب مقلل لا بصراحه انا ما عندي بيتوتيه بيتوتيه عندي بالضبط وبعدين انا لازم ادش الحمام نظفت ضروسي طالعه أو <applause> لا خلاص <ملا تصفيق> ما يعني ما تحبين تعرضين حياتك الخاصه لا. في السوشيال ميديا لان لأ 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 يعني في اشياء لازم تكون يعني سكرت حياتك يعني بيتك اسرتك أه شغلك في بيت يعني اصدقائك اهلك ما لدي داعي انا كل شيء اعرض اعرض حتى احيانا ننشر الغسيل كل بالضحيح. شيء خلاص <applause> الفنان ما عاد ما عاد قيمه له امام الناس يعني بعدين هالمشاكل والغيره تطلع وتقعد الناس تسبك ويا هال كله تينيجرز ويكلموا ليش اغث نفسي ليش <applause> ازعل نفسي خلاص بلا منه اذا شيء ما يخدمني فالافضل اتجنبه اتركه خلاص وبالنسبة للمعنى أنا والله أشوف عكس يعني مثلا هي ما شاء الله تطبخين يعني طبخ وايد حلو حياتي. يعني لو مثلا تعرضينا بسناب وهذا بالعكس في أمهات بتتابعك في بنات مثلا بيتعلموا عن الطبخ أنه ممكن يتعلمون اللي أنت تسوينه أنا بصراحة شوفي أنا مفكرة أسوي برنامج طبخ صدق؟ أي يلا إن شاء الله يكون عندنا بالأي تي في إن شاء الله أنا مفكرة أسوي برنامج طبخ لأنه بصراحة صدق صدق أنا أحب المطبخ يعني شوفي لو الكاميرا تجرب أي. أنا وايد <applause> محرقة محرقة زي لأن شنو كل شوي تلاقيني بدخل أيدي بالفرن عندي تنور <applause> أسوي فيه خبز أشوي دياي فأحب المطبخ وأحب وأنا مشكلة عندي احب الناس تاكل انا ما احب اكلي اي هو يقولون ما... كل يس... الشيف ما ما يحب اللي يطبخ ما يحب ياكل أيه. انا احب اسوي اكل فعندي عندي يعني ميول انه اسوي شيء برنامج طبخ عاد الاكلات تسوينها الكويتيه ولا العراقيه كل شيء كل, كل شيء شي. صيني كل شيء كل شيء كل شيء اي انا وايد شاطره في المطبخ واحب على طول اجدد م -م. قبل فتره بعد انتشر لك فيديو يعني ما شاء الله الانتشار يعني الوطن العربي يمكن كله وصلها الفيديو قلدتي فيه يمكن الاعلاميه حليمه بولند وايضا الفنانه احلام يعني بس عقبها يمكن عقب ما هو انتشر وضحتي ان انا يعني مثلا ما تقصدين منه شيء يعني لا لا احنا هذا الموضوع يعني انا ما احب اتكلم فيه لان صراحه يسبب لي غثيان لو اتشيرت عارفه ايه؟ لان احنا يعني انا وزميلتي احنا اليوم موجودين عشان نوضح الامور بالضبط ايه؟ انا كنت انا وزميلتي مها محمد كنا في اللوكيشن ومتمللين ايه؟ وقاعدين فنطنست كذي وانا حتى طنست عليها حرام وهي ما تكلمت يعني كنت هي؟ مها, مها محمد اي يعني هي على عكسك اي حرام هي ذيك عندها حركه فانا قلتها بعدين ايه؟ عارفه وهي ما شاء الله عليها يعني هي عارفه البادي <applause> عندها فقعدنا نضحك شي فسوينا مثل يعني التقليد في 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 بيننا يعني في بعضنا احنا ايه. كزملاء بعدين انتشر الفيديو يعني <applause> وقصد من غير قصد كنتوا كنت في بريك مسلسل بالضبط بعد. كنا بريك مكلمين. أنا وياها وكان خلف الـ 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 الكاميرا كان في يعني بنات قاعدين وشخصيات يعني معروفة بالكويت محامية ويعني ناس فكنا على ضحك سوينا الموضوع وبعدين مشى فما كانت يعني مقصوده لا الاساءه لا الاحلام طبعا مفاهد نوجه له تحيه يعني ولا الحليمه لان اصلا مو ملتقي زعلوا منك؟ لا 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 ابدا ما كانت في رده فعل لا 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 ابدا ابدا, أبداً, أبداً, لا 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 أبداً, أبداً. لان بالتالي يعني عشان كذي انت ما تحبين السوشيال ميديا بالضبط بالشكل. لانه هو سلاح ذو حدين صحيح. يعني قلت لك يعني انا انا تنفهم فيه احيانا بالضبط غلط بالضبط انا ما يهمني لما تتكلم عن شخصي انا بس احيانا لما لما يصير شيء يجرح اخرين هذا اللي تخاف منه صحيح صحيح ويعني ما شاء الله عليك انت يعني انا ما ادري اشوف طريقتها واسلوبها وايد راكده وايد يعني تحبين الامور بتاني وصريحه يعني ما شاء الله سالنا كم سؤال انا وطالب ما قصرتي معانا في في الردود يعني من حيث الرد احنا ما ودنا تختفين عن الاعلام يعني ما شاء الله عليك شخصيتك قويه تعرفين كيف تنتقين اجوبتك واللي تعرضينها للاعلام وتصدرينها للاعلام يعني انا ما ادري اقول لك انه المفروض على طول دائما تكوني موجوده في الاعلام يشوفونك الناس بالعكس انت ممثله وقعت معاكم عقد عارفه شهري الحلقه <سحين> <على> عندنا عندنا بعد غير برامج في تي في وشو لنا ممكن تصير عندنا بالبرنامج طب تكونين ايضا معنا انا بسالك سؤال هنا وما ادري اذا بتجاوبيني فيه يعني بصراحه ولا لا في ستونز انت حاطتها احنا بعد يسالونا المعدن هل هو للعين ولا هو ستونز عادي يعني اكسسري <applause> لا, لا لا هو هذا حجر هذا حجر يعني إيه حجر اي حجر, إيه حجر انا احب هذا اللون الفيروزي إيه؟ يعني اذا تلاحظين يعني انا هذا اللون المميز عندي بس ما عشان العين تخافي من العين والله شوف هو صح اخاف من العين لانه انا قلت لك يمكن اول لقاء من اسبوع إيه انا قاعده انا قاعده في البيت قاعده على الارض ف يعني رجل يعني رجلي زلقت ولفت طقت سبحان أيه الله أيه فعندي العضل العصب مري لي أيه تهرتك عارف أيه فصارت لي مشكله والله قويه أيه فسبحان الله فاكيد فسرتها أين يعني اكيد انا يعني وكان قبل شوي كنت انا رايحه النادي قاعده اتمرن ففات مر واحد كان يقول لي تتمرن ايه تتمرن أيه ايه شوي وقت لا اله الا الله بس وصلت البيت صدقا والله يعني شيء ما يصير انا على الارض وتعودت يعني أيه شيء ما يصير مو في النادي فأؤمن بالعين فهذه على طول يعني احيانا. حق إيه؟ والصراحه انت يعني من الناس اللي يستاهلون ادوارك حبيثي. متنوعه حبيثي. وان شاء الله نشوفك بالياي ايضا بالتميز اللي عهدناه منك يعني والاطلالات هذه الرائعه لك يعني ما شاء الله حتى انا لاحظت من التغيير اللي عرضوه فريق الاعداد ايضا تحبين وايد مهوسه بتغيير اللوك. ما هو شوفي انا معروف عني يعني كل دور اعطيه حقه يعني غنيه غنيه مهو. فقيره فقيره خلاص يعني ما ابالغ مهو. بالموضوع. مكياج مكياج بدون مكياج بدون مكياج احنا صراحه نتمنى كل ضيوفنا يكونون كذي بصراحتك وبشفافيه اجاباتك شكرا. شكرا لك على حضورك اليوم معنا سلمى سالم نجمه وفنانه عمي. وحياة مع الفن الله بالكويت معنا وضيفين للفن الكويتي حقيقه طول عمرك الله ام اذا بعد هذا اللقاء مشاهدينا راح نروح الى عدان شرهان عنده حكي ما ينقال بس هو راح يقوله لكم وايضا شيماء قنبر عندها المواهب اللي دائما يعني تغطي المواهب الشبابيه الموجوده بالكويت اللي ما حد يعرف عنها بس اليوم راح تعرفون عنها في عسيف